لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب التوبة نستكمل الحديث حول أو نستكمل الحديث من باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه. فمن يعني أدرك يعني معنى المرة السابقة يعني سيتصل الكلام معه بسهولة بإذن الله تعالى، ومن لم يكن معنا في المرة السابقة ننصح بالرجوع إلى يعني المرة السابقة ومقدمة يعني الحديث. وقد وقفنا بالحديث عند قول كعب رضي الله عنه في حكايته، قال رضي الله عنه: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ قال رجل من بني سلمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حبسه برداه والنظر في عطفيه. قال فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما علمنا عليه إلا خيرا. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر يعني الحديث. فنسير مع الحديث كما أشرنا في المرة السابقة حول يعني جمله بشيء من التفصيل، بشيء من البيان، ونقف مع فوائد الإمام النووي رحمة الله عليه التي ذكرها في آخر يعني شرحه للحديث. قول كعب رضي الله عنه قال: فلم يذكرني أو لم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. ومعلوم كما سبق أن كعبا رضي الله عنه تخلف عن الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أصابه ضعف إيماني تسبب في تخلفه، وهو أنه تعلق بثمره وماله، وكان ينتظر يعني ربح ماله وثمره الذي كان يعني قد زرعه طوال العام، كما تقدم في الحديث قبل ذلك. قال: وغزى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر أميل، يعني أميل من الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كانت هذه كبيرة، وهي التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإيثار الدنيا، أي أنه آثر أن يبقى مع ماله وعياله على الخروج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كانت هذه القصة الطويلة. قال رضي الله عنه: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك. 30,000 الجيش النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل تبوك وقعد في تبوك، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصل تبوك لم يلقى جيشا ولا كيدا ولا حربا، وذلك لأن الروم والعرب أو غسان يعني تحديدا لما سمعوا بخروج النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو تحاشوا ملاقات النبي صلى الله عليه وسلم وهابوا ذلك فلم يأتوا. ولذلك مكث النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك مدة، قيل أسبوع قيل أكثر، ينتظر مجيء هؤلاء ولم يأتوا، فكان هذا له أثر كبير جدا على سمعة المسلمين، أو له يعني أثر كبير جدا لصالح سمعة المسلمين. قال: ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك، فقال وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ هو فين كعب بن مالك؟ أخبار إيه؟ أخبار كعب بن مالك إيه؟ وهذا إن دل يدل على أن كعبا رضي الله عنه كان له مكانة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما فعل كعب بن مالك؟ قال: رجل من بني سلمة. من بني سلمة تحديدا يعني قرابته، لأنه هو كعب رضي الله عنه من بني سلمة. وده نوع برضو من التنبيه على
أنه لم يكن هذا الطعن من رجل من غير قومه، إنما الذي طعن فيه رجل من قومه، وهذا يدل على فضل الرجل وفضل الصحابة عموما. فالرجل كأنه يعني يعرف أن كعبا رضي الله عنه، أو يشعر بأن كعبا رضي الله عنه كان فعلا عنده ميل للبقاء، أو أنه قال ذلك من باب إن إحنا بنو سلمة جميعا جئنا، ولم يتخلف منا إلا هذا الرجل يا رسول الله الذي حبسه برضاه يعني والنظر في عطفيهم. قال يا رسول الله حبسه برضاه، برداه والنظر في عطفيه. البرد اللي هو يعني الثوب الذي يلبسه الإنسان آخر ثيابه، أو على آخر يعني الثياب. وغالبا اللي بيلبس البرد يعني بيكون معجب به، يعني أستغفر الله، البرد بيبقى يعني آخر الثياب، هو نوع من الزيادة للثياب. قال حبسه برداء والنظر في عطفيه، العطف الجانب، الجانب الإنسان، ودي عادة المعجب. وهو يقصد الصحابي أنه ده كعب يعني متخلف بسبب أنه هو قاعد منظر للدنيا، يعني منتظر للدنيا، ونظره في عطفيه. يعني المتكبر عادة أو المعجب ينظر لنفسه ويعجبه نفسه وهو يمشي كده ونحو ذلك. فقال له معاذ بن جبل بئس ما قلت، بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. ولذلك يقول النووي فيه رد غيبة المسلم لقول معاذ بئس ما قلت، إن معاذ رضي الله عنه رد غيبة أخيه. ودي فيها تفاصيل كده عند العلماء كثيرة جدا، منهم من يقول كان اجتهاد الرجل رضي الله عنه مقبولا عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه التخلف بغير عذر هذا شيء من الكبائر، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سكت ولم يعني يعنف الرجل. وفعل معاذ بن جبل من باب أن المسلم يعذر أخاه ويدفع عن أخيه غيبته. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب. رأى رجلا مبيضا يعني يلبس ثيابا بيضاء، يزول به السراب يعني يخالط السراب، يعني الرؤية غير واضحة، يأتي من بعيد وصورته مختلطة بصورة السراب التي تجعل الرؤية غير واضحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة رضي الله عنه وأرضاه، كن أبا خيثمة يعني اللهم اجعله أبا خيثمة. فإذا هو أبو خيثمة الأنصاري، وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون. وأبو خيثمة له قصة جميلة في السيرة أيضا ملخصها يرد أيضا على موقف من تخاذل ومن يتخاذل إلى هذه الساعة وفي كل زمان. أبو خيثمة رضي الله عنه باختصار شديد كان ممن تخلف، ممن تخلف والجيش خرج وأبو خيثمة لم يخرج، كأنه أيضا وسوس له الشيطان، دول 30,000 ومش حد ياخد باله، خلاص ما تخرجش. وتخلف أبو خيثمة، فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والجيش في اليوم التالي، دخل أبو خيثمة رضي الله عنه في الظهيرة حائطا له، حائط يعني الغيط بتاعه، الغيط بتاعه، الغيط بتاعه اللي بيزرع فيه، وأنصاري هو رضي الله عنه. وكانت له زوجتان، وكان في هذا الحائط عريشتان، وكان في كل عريشة زوجة قد رشت ماءها وعدت طعامها. العريشتين موجودين وزوجة أحدى ناحية يمين وأحدى شمال، وكل واحدة رشة قدامها كده، وطبعا في شدة الحر والصيف، تخيل انت بقى العصير السائع والمية الساقعة في الصيف بقى، والإنسان حران، كل واحدة عدت الماء الرطب ورشت الماء والطعام ومجهزة. فدخل أبو خيثمة رضي الله عنهم وأرضاهم، فنظر فوقف على باب العريشة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحي
والشمس وأبو خيثمة بين زوجتين وطعام هنيء وشراب رطب أو بارد، والله ما هذا بالمصف، هذا ليس إنصافا، والله لا أدخل عريشة واحدة منكم ولا آكل طعام واحدة منكم حتى ألحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام فجهز راحلته رضي الله عنه وأرضاه، وانطلق يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك أدرك النبي صلى الله عليه وسلم بعد وصوله تبوك، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد فقال: كن أبا خيثمة. فلما اقترب قالوا: يا رسول الله، والله إنه هو أبو خيثمة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أولى لك يا أبا خيثمة، أولى لك يا أبا خيثمة، هذا أولى، يعني إيثارك التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مهلكة وهذه دنيا، وأما ما أنت فيه الآن هذا أولى لك يا أبا خيثمة. أو أنها كلمة زجر كما قال بعض العلماء، أولى لك، يعني يزجره النبي صلى الله عليه وسلم: كنت قريبا من أن تهلك ولقد نجاك الله سبحانه وتعالى في ذلك. ومما يذكر في هذا المعنى أيضا ما ذكره أيضا أصحاب السير في حق أبي ذر رضي الله عنه، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجيش كان أبو ذر رضي الله عنه من أفراد الجيش، ولكن أبطأ به أو أبطأ به دابته، يعني الجمل بتاعه كان مريض جدا وشديد المرض، أبطأ به، فكان يريد أن يعني يسير والجمل يبطئ به، يبطئ به، يوم هو يتمهل عليه، يتمهل عليه، يقول طب أديله راحة شوية ويقول شوية وأتحرك به، فأبطأ عليه جمله. ماذا فعل أبو ذر رضي الله عنه؟ هل قال أبو ذر مثل ما نقول نحن: طب أنا هعمل إيه؟ أنا عملت اللي علي، أنا العربية بتاعتي عطلت، هعمل إيه؟ هعمل لهم إيه؟ خلاص عربية عطلت، أنا مش لاقي وسيلة سفر، مش لاقي وسيلة انتقال، مش لاقي كذا ونحو ذلك زينا، وأنا هعمل إيه؟ أنا عملت اللي علي خلاص، وياخد بعده ويرجع المدينة. لا، ترك رضي الله عنه راحلته وانطلق ماشيا رضي الله عنه يحمل متاعه على ظهره رضي الله عنه، حتى أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد المدينة بمراحل أو بعد نحو مرحلتين أو نحو ذلك. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم من بعيد قال: كن أبا ذر. فلما اقترب قالوا: والله يا رسول الله هو أبو ذر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله أبا ذر، يمشي وحده ويموت وحده ويبعث وحده، وقد حصل ذلك وهذا مذكور في السيرة وقد أشرنا إليه في هذه المقالات وكذلك أيضا الخطب، فمن أراد فليرجع إليها. قال كعب رضي الله عنه وأرضاه قال: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي، أي حضرني حزني لما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا، يعني راجعا. النبي صلى الله عليه وسلم مكث في تبوك ينتظر ملاقاة الروم فلم يخرجوا، فمكث النبي صلى الله عليه وسلم فيها مدة ثم رجع صلى الله عليه وسلم. يقول كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا راجعا من تبوك حضرني بثي حزني وخوفي، قال: فطفقت أتذكر الكذب، زي حال نحن
أول حاجة ندور عليها نشوف لنا أي كلام يخرجنا من المشكلة ولو كان كذبا، نسأل الله العفو والعافية. يقول: فطفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، بما أخرج من سخطه غدا، كيف سأخرج من غضب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لقيته؟ قال: وأستعين على ذلك كل ذي رأي من أهلي، يعني أستعين بكل إنسان من أهلي عنده رأي، وهنا لابد من حمل ذلك على أهله أصحاب الأعذار، النساء، بعض المرضى من قرابته، يوم يقعد معاهم يقول لهم أعمل إيه لما النبي صلى الله عليه وسلم يرجع. قال: فلما قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما زاح عني الباطل حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. قال: قيل لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أظل قادما، أظل يعني وصل المدينة وقدم المدينة، زاح عني الباطل يعني كل الوساوس والأفكار التي كانت من جملة الكذب أزاحها الله عني، حتى عرفت أني لن أنجو منه بشيء أبدا فأجمعت صدقه. أنجو منه بشيء أبدا يعني من سخطه وغضبه بشيء من الكذب، فأجمعت صدقه. ولذلك يقول النووي رحمة الله عليه: فيه فضيلة الصدق وملازمته، وإن كان فيه مشقة فإن عاقبته خير، وإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة كما ثبت في الصحيح. وفي المقالات والخطب أيضا يعني أفردنا حديثا وخطبة عن فضل الصدق من خلال هذه الجملة من كلام كعب رضي الله عنه. قال: وصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين. وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه سنة كما يقول النووي رحمة الله عليه، فيه استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أول قدومه قبل كل شيء. احنا العادة عندنا اهم حاجة شوف الولاد ونحو ذلك وكذا، لا، السنة ان الانسان يبدأ بركعتين في مسجد حيه، ولا سيما اذا كان هو امام منظور اليه فيحيي هذه السنة. اي نعم. قال: ثم جلس للناس، اي النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جلس للناس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما صلى الركعتين ما روحش النبي صلى الله عليه وسلم على بيته على طول، جلس شوية في المسجد. لماذا؟ قال النووي رحمه الله: فيه استحباب صلاة القادم، قال فيه أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا، يعني إذا كان شخص معروف كبير مشهور يقصده الناس للسلام عليه، أن يقعد لهم في مجلس بارز هين الوصول إليه، لأنه ده هيسهل على الناس، بدل ما يقعدوا يدوروا عليه ويقعدوا يستأذنون ويجروا البيت ونحو ذلك، يقوم يقعد في المسجد بعد ما يصلي الركعتين، يقوم الناس هيجوا كلهم يسلموا عليه عند ذلك. قال: فلما فعل ذلك جاءه المخلفون، كل من تخلف عن النبي صلى الله عليه وسلم، فطفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. دول بقى من؟ المنافقون والعياذ بالله، المخلفون الذين تخلفوا عن رسول الله، وكانوا 84 رجلا، نسأل الله العفو والعافية. تصوروا 84 رجلا، يعني 85 مثلا ولا حاجة كانوا في المسلمين على أقصى تقدير، يعني 84 رجلا كانوا أثرهم في المسلمين هذا الأثر. ولذلك احنا أفردنا أيضا حديث عن خطر المنافقين
على مجتمعات المسلمين. إذا كانوا دول نسبتهم في المجتمع المسلم دول 85 أو 83 أو 84 واحد أو حاجة و80 واحد في 30,000 في 30,000، يعني نسبتهم دول إيه؟ ده نسبتهم حاجة لا تذكر، حاجة لا تذكر. ومع ذلك كان هذا الأثر من هؤلاء في مجتمع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، التثبيط والإرجاف والعياذ بالله والبث الفتن والمؤامرات وكذا. فكيف بالمسلمين في هذا الزمان؟ فلله، أو كان الله يعني في عون المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يخلصنا من المنافقين. وإن كان حذيفة رضي الله عنه سمع رجلا يقول اللهم أهلك المنافقين، فقال حذيفة رضي الله عنه يا ابن أخي لو أهلك الله المنافقين لاستوحشتم في طرقاتكم. نسأل الله العفو والعافية. لاستوحشتم في طرقاتكم، ده في زمن حذيفة بيقول له لو انت ربنا أهل، لو انت أهل ربنا أهلك المنافقين مش هتلاقي ناس في الشوارع. في زمن حذيفة، أما لو حذيفة شاف الزمن اللي احنا عايشينه ده والطعن في الدين والجرأة والفجور على دين الله سبحانه وتعالى وعلى محارم الله سبحانه وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم. وبايعهم يعني ان هو سلموا عليه، ده المقصود يعني، وصافحوه يا رسول الله احنا يعني احنا اللي يقول له بقى طبعا انا كان عندي زوجتي مريضه زينا كده بقى، انا كان زوجتي مريضه، واللي يقول له انا كنت مريض، واللي يقول له انا ابني كان في المستشفى، والتاني يقول له مش عارف ايه، والتالت يقول له ونحو ذلك. ما هو انت 84 واحد ولا 85 ولا نحو حاجه و80، كل واحد طالع له بحاجه، فالاعذار كلها غالبا فينا هذا النحو، اللي عيان واللي مريض واللي كان امه مش عارف ايه واللي ابوه مش عارف ايه، واللي كل واحد يطلع له حاجه زينا كده يعني. نسال الله العفو والعافيه. تجد عند التكليف تجد الاعتذارات اللي ملهاش عدد، بل بعض الناس نسال الله العفو والعافيه، والله يا اخوانا بعض يعني نسال الله العفو، بعض الناس يكاد يكون فعلا اسمه الذي يستحقه، مش الاسم اللي ابوه سماه، اسمه اللي يستحقه الاخ معتذر، نسميه كده الاخ معتذر، حياته كلها اعتذار بس في جانب واحد اللي هو جانب خدمة الدين، حياته كلها اعتذارات في هذا الجانب، انما في اي حاجة تانية تلاقيه من السابقين. تعالى بقى قول له تعالى نعمل، تعالى نسوي لامر الدين، اصل مش عارف، اصل الولد مش عارف فين، اصل المدرسة، اصل عيان، اصل مراتي مش عارف عيانة، اصل امي عيانة، اصل ابويا مش عارف ايه، اصل كذا ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. قال فتفقوا يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا، فقبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم علانيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده أمل أن ربنا يتوب عليهم ووكل سرائرهم إلى الله عز وجل. لذلك النووي رحمة الله عليه يقول في الفوائد فيه الحكم بالظاهر، والله يتولى السرائر، وقبول معاذير المنافقين ونحوهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة، ما لم يترتب على ذلك مفسدة. إن قبول عذر المنافقين وغيرهم خلص، إلا إنه يترتب عليه مفسدة. قال حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. يقول حتى جئت، يعني جئت عند النبي صلى الله عليه وسلم ودخلت عليه بقى المسجد وهو قاعد، المنافقين كانوا خلصوا كلهم وطلعوا ومشوا خلاص، فجاء هو دوره هو رضي الله عنه. قال حتى جئت فلما سلمت تبسم تبسم المغضب. تبسم تبسم النبي صلى الله عليه وسلم ابتسم له ابتسامة فيها غضب، على خلاف ما المعتاد ان الابتسامه عاده نوع من البشاشه، لكن تبسم المغضب ابتسامه تحمل الحالين، هل انت لك عذر ولا ليس لك عذر؟ نعم. قال ثم قال تعال. فقال فجئت امشي حتى جلست بين يديه
فقال لي: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني ما سبب تخلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ ابتعت يعني اشتريت. ألم تكن اشتريت دابة وراحلة عندك للخروج؟ قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. أنا لو حد غيرك أنت يا رسول الله، لا لا، أنا عندي من الفصاحة وقوة الكلام والبلاغة ما أحور به الكلام، ويعني وأستطيع أن أتكلم بكلام أقنعه إني صاحب عذر، لكن أنت لا أقدر أن أفعل هذا معك، لأني لو قلت لك ذلك سيفضحني الله عز وجل بالوحي. قال: ولكني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، رضي الله عنهم وأرضاهم. ارتباط بالوحي، ارتباط بصفات الله سبحانه وتعالى، إنه ربنا رقيب وربنا سبحانه وتعالى شهيد. قال: لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله أن يسخطك عليه، ولئن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه، يعني تغضب مني فيه، إني لأرجو فيه عقب الله. أي نعم، أنا سأحدثك حديث صدق سيغضبك علي إن أنا تخلفت بلا عذر، لكني أرجو أن يتوب الله علي، إني أرجو عقب الله فيه. قال: والله ما كان لي عذر. هذا السبب، هذا سبب تخلفي. والله ما كان لي عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك، لا، ده أنا كنت كل الأسباب كانت عندي للخروج. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا، وأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. أما هذا فقد صدق، هذا يصدق، فقم حتى يقضي الله فيك. وترك النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله يقضي فيهم، وليس من باب قوله ووكل سرائرهم إلى الله كما في شأن المنافقين، لا، إنما هذا ترك أمره في قضائه إلى الله، إن ربنا يقضي فيه، ماذا سيكون حاله. قال: فقمت وثار رجال من بني سلمة فأتبعوني. فقمت من عند النبي صلى الله عليه وسلم، وثار رجال من أبي من بني سلمة، ثار يعني غضبوا، رجال من بني سلمة اللي هم مين بقى؟ قرابتهم، قومه. فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبل هذا، أنت يعني رجل صالح، لقد عجزت في أن لا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، يعني ما جاتش على الذنب ده، كنت اعتذر له زي المنافقين وأخرج من سخط النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فقد كان كافيك ذنبك، قد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، زي ما عمل مع المنافقين، قال لهم: غفر الله لنا ولكم. فقالوا له: ده النبي صلى الله عليه وسلم كان هيدعي لك دعوة ويقول لك خلاص غفر الله لك، ما انت هتقول له: ده انا كنت عيان، ده انا ابني كان في المستشفى، ده انا مش عارف كان عندي شغل ومش عارف افضى خالص واجي معاك يا رسول الله، مش عارف ونحو ذلك. هيقول لك خلاص غفر الله لنا ولكم، ما هيعمل له ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. قال: قال: فوالله ما زالوا يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. بيقول: حتى هممت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي، أقول له: يا رسول الله، لا ده اللي قلت لك ده مش هو الصحيح، ده أنا كنت عيان فيه وعليا ونحو ذلك. قال: قال ثم قلت لهم:
هل لقي هذا معي من أحد؟ سأل قرابته اللي بيكلموا بقى، هل لقي هذا معي من أحد؟ في حد قال مثل ما قلت أنا للنبي صلى الله عليه وسلم؟ هل لنو أنني تخلفت عن غير عذر يعني؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان. أيوة، في اثنين قالوا زيك قبل منك، دخلوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا مثلك، أننا ما تخلفنا بالعذر وإنما تخلفنا بسبب الدنيا. قال فقلت، قال هل لقي هذا معي من أحد؟ قالوا نعم، لقيه معك رجلان. قال مثل ما قلت. فقيل لهما مثل ما قيل لك، يعني أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. قال قلت من هما؟ قالوا مرارة بن الربيعة العامري وهلال بن أمية الواقفي. قال فذكروا لي رجلين صالحين قد شهد بدرا فيهما أسوة. ولذلك ده قوى قلبه على التمسك بالصدق رضي الله عنه. فيهما أسوة، دول رجلين من الصحابة من أهل الخير، فيهما أسوة، وخصوصا أن الاثنين دول كانوا من الصحابة الكبار رضي الله عنهم في يعني العمر يعني. قال فمضيت حين ذكروهما لي. مضيت يعني ماذا؟ مضيت على الصدق، خلاص مش هتراجع عن الصدق. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه. قال فاجتنبنا الناس، وقال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف؟ فلبثنا على ذلك 50 ليلة. أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر باجتناب هؤلاء رضي الله عنهم وأرضاهم، وأمر بعدم كلامهم. فكانت هذه الأحداث التي دارت بعد هذه العقوبة، وهي عقوبة الهجر، وزجرهم بهذه العقوبة وهي الهجر، التي استمرت 50 ليلة. ولك أن تتصور إخوانك وأهلك وقراباتك لا يسلمون عليك ولا يكلمونك ولا كذا ولا كذا، كما سيأتي في التفاصيل إن شاء الله تعالى. نكتفي بهذا القدر إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.